مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم نحن الان في ميناء اجاكسيو جزيرة كورسيكا الفرنسية من المتوقع أن تصل في هذا الميناء والسفينة التي متجهة باتجاه غزة لكسر الحصار وهي القافلة الرابعة أو القافلة رقم أربعة لكسر حصار غزة في محاولات مستمرة منذ بداية القافلة الأولى وحتى الآن السفينة زيتونة تحركت من ميناء برشلونة حتى في الرابع عشر من سبتمبر ومن المتوقع أن تصل في غضون ساعات إلى ميناء أجاكسي ثم بعد ذلك تكمل طريقها باتجاه غزة لكسر الحصار أهم ما يميز هذه السفينة أنها مكونة من عدد كبير من النشطات النسويات بالكامل يقوم على هذه السفينة حتى طاقم السفينة كانت هناك سفينتان سفينة أمل وسفينة زيتونة ولكن للأسف تعرضت السفينة أمل إلى عطل فني فاضطرت للرجوع إلى ميناء برشلونة لكي تعاود رحلتها مرة أخرى للتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن سفينة الكسر الحصار سواء أمل أو زيتونة ما الذي حدث وما هو خط السير القادم وما هي الفكرة من وراء هذه آه السفينة كيف كانت اتخاذ القرار المتعلق بكون كل المشاركين في هذه السفينة فقط من النساء ينضم إلينا هنا في ميناء جاكسيو بجزيرة كورسيكا الفرنسية عدد من المشاركين وأيضا مؤسسي هذه الفكرة التي انطلقت منذ الرابع عشر ولكنها احتاجت وقت أكبر للتنفيذ كما عرفنا أنها بدأت تقريبا من شهر مارس السابق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه بدايه نتعرف الى سيده لطيفه لطيفه حباشي محاميه تونسيه وعضو مجلس نواب الشعب نعم. آه ايضا سيده لطيفه من المهم انه آه انك احد المشاركات بسفينه آه او سفينه كسر الحصار المتوجهات الى غزه نعم نعم أنا إحدى المشاركات من ضمن ثلاثين مشاركة نساء هن كلهن نساء من مختلف دول العالم هناك مشاركات من من أمريكا من السويد من ماليزيا من من النرويج من نيوزيلندا من ايرلندا فمن الجزائر ايضا هناك مشاركات وبالتالي هذه القافله هي قافله نسويه مئة بالمئة نساء عربيات وغير عربيات قررنا ان يركبنا البحر ويضعنا حياتهن في خطر لتحسيس العالم بالمعاناه التي تع... تعانيها فلسطين كافة وخاصة غزة وخاصة المرأة الغزاوية والمرأة الفلسطينية التي تعاني معاناة مضاعفة تعاني من جراء احتلال منذ أكثر من سنوات سيدة لطيفة هل ومعاناة هل من الحصار الموجودات يعني هنا واحدة من النشاطات الماليزيات عرفتيني عليها قبل اللقاء لكن يمكنك تقديم بعض التعريف عنها الآن نعم هي تسمى نورشان أبو بكر من من ماليزيا هي ناشطة في جمعيات تدعم القضية الفلسطينية نورشان نعم. how are you doing good الحمد لله uh, نورشان uh, you are from Malaysia and you are here to uh, participate in the, uh, the the two boats who are live uh, who are in uh, moving to Gaza why um, Oh, sorry. sorry. <laughs> uh, because we, uh, I'm participating in this uh, Women's Boot to Gaza as an act of solidarity of the women of Gaza who are among the most affected in this uh, cruel barricade of, uh, by the Zionists. Okay. فقط دعيني اترجم لهم just moment. One moment to tell them. Uh, لقد سالت السيده نورشان وهي ناشطه ماليزيه عن لماذا اتت من ماليزيا الى هنا لكي تشارك في سفينه كسر الحصار على غزه وهي قالت انها نوع من انواع تقديم الدعم للنساء والذين او التي يواجهن القدر الاكبر من هذا الحصار او التاثير الأسوأ الاكبر من هذا الحصار uh, نورشان uh, are you afraid to go to غزة؟ of course not we are women we are strong سألت نورشان هل أنت خائفة من الذهاب إلى غزة؟ فهي قالت بابتسامة رائعة كما رأيتم بالطبع لا فنحن نساء ونحن لا نخاف. This is too brave from you, آه سيدة لطيفة أعود إليك مرة أخرى. آه النساء في العالم يواجهن كثير من الإشكاليات ولكن النساء في غزة تحديدا يعانين من الإشكاليات العادية بالإضافة إلى إشكالية الحصار منذ العام 2006 وحتى الآن. أنتم كنساء تونس كيف ترون نعم نحن التونسيين والتونسيات أساسا ندعم أهلينا في غزة فرغم معاناتنا الداخلية ورغم مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية فإن الجرح الفلسطيني دائما في قلب التونسي والتونسية. والدعم دعم القضيه الفلسطينيه ليس غريب عن اهلنا في, في تونس هم دعموا القضيه الفلسطينيه منذ 48 تونس احتضنت ايضا منظمه التحرير في تونس اختلط الدم الفلسطيني بالدم التونسي في اثناء الغاره الصهيونيه على حمام الشط اين يعني استشهد ابو جهاد وحراسه الشخصيين كانوا توانسه وبالتالي هذا ليس غريب عن التونسيين وعن التونسيات دعم اخواننا في في فلسطين وفي غزة المحاصرة هذه قضية إنسانية قبل كل شيء بالحديث عن النساء سيد أبو اليزيد أنت أحد المنظمين لهذه القافلة بداية أخبرنا عن نفسك وأخبرنا لماذا تنظيم قافلة نسائية بالدرجة الأولى إلى كسر حصار غزة بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبو زيد شناف عضو في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة وممثل اللجنه الدوليه في احد لجان تحالف اسطول الحريه وكنت مع زميلاتي وزملائي في التحالف نخطط لهذه السفينه منذ شهر ثلاثه من شهر مارس اما لماذا تم الاختيار أن تكون كلها نسوية فأصدقكم القول يعني في بداية الأمر كان الأمر غريبا لكثير حتى من من أقرب الناس إلينا والمدافعين على الفكرة ولكن بمر الزمن اقتنع الناس بأن هذا التفكير وهذه الخطة لها ما بعدها وقد تؤتي يعني أكلها وثمارها والدليل ما نعيشه هذه الأيام على هذا الصدى الإعلامي الذي صنعته صنعته نساء العالم أحرار العالم يختلفون يختلفنا جميعا في الديانات وفي الأصول ولكن يعني وحدهم هدف واحد يقول كفى لحصار غزة كفى لإذلال غزة كفى عشر سنوات من الدمار ومن عملية الإذلال المرأة الفلسطينية لعلمكم نعطيكم رقم يعني يبدو غريبا يعني من بين في, في غزة بين 15 إلى 20% من العائلات الغزوية لا فيها ما في حتى رجل الجميع استشهد لم تبقى للنساء وهذا تحدي كبير إذا كان ابنك السيد الذي يشاهدنا ابنك يستطيع يذهب المدرسة الغزي لا يستطيع يذهب المدرسة إذا كان ابنك يستطيع أن يحتلف يحتفل بالعيد ويفرح باللباس إخوانكم في غزة لا يستطيعون ذلك لماذا؟ لأنهم في حصار فالعالم الضمير العالمي تحرك ليقول كفى لا بد أن يعيش أبناء غزة مثل ما يعيش كل أبناء العالم وتعيش المرأة الغزية كما يعيش كل نساء العالم فجاءت هذه الفكرة ونجحت والدري على ذلك أنه نحن كلجنة أتتنا أكثر من 160 طلب مشاركة وربما أكثر من ذلك بكثير ومن أكبر المشكلات التي تعاني منها كيف نختار من هؤلاء الأسماء اللامعة في عالم الفن وفي علم الرياضة وفي علم السياسة وفي علم كذا كيف نختار ثلاثين أو أقل من ذلك لكي يكون لهم هذا الفضل لقيادة هذا الأسطول والحمد لله وفقنا إذن أخبرنا, أخبرنا عن أبرز الأسماء هناك عدد كبير من المشاركين كما تقول اخترتم منهم فقط ثلاثين اسم منهم المشاركين ما هي أبرز الأسماء الموجودة في السفن والله الأسماء هي يعني أسماء كبيرة يعني بالنسبة لي الأخت لطيفة هي أحد الأسماء ما شاء الله عليها وهنا يعني نمد تحيه للشعب التونسي والبرلمان التونسي يعني يعني عمل ممتاز ورائع وتحيه خاصه وخالصه منا من اللجنه الدوليه وتحالف اسطول الحريه الى اخواننا في في تونس على ما فعلوه مع السيده الفاضله. من الاسماء كما تعلمون هناك من هي حائزه على جائزه نوبل من من ايرلندا وهناك اسماء يعني كبيره من الاعلاميه الجزائريه المعروفه خديجه بن جنه. التي ستلتحق بنا غدا ان شاء الله مساء وهناك من رياضيه مشهوره وهناك من استشهد زوجها تركيه استشهد زوجها في مافي مرمره وهناك من استقالت من الجيش الامريكي سيدة ان رايت في سنه 2003 بسبب اعتراضها على حرب العراق وهناك البرلمانيه عضو في البرلمان الاوروبي من السويد التي عانت الكثير لا لشيء الا لحب لفلسطين ولحق فلسطين ولي تقول العالم بان فلسطين خط احمر ارادت ان تشارك معنا وهي مشاركه معنا في هذا الاسطول، وهناك اسماء كثيره ومتنوعه من كل اقطار العالم من اسيا ومن امريكا ومن اوروبا ومن كل العالم. اذا انتم اعتمدتم على النساء في ايصال هذه الرساله القويه التي كنت تتحدث عنها لديكم عدد كبير من الاسماء البارزه لايصال هذه الرساله، ما هي المخاوف التي لديكم بشان هذه القافله؟ اولا لابد ان يعرف العالم جميعا بان هذه هذا الاسطول هو اسطول سلمي واقول سلمي عليه اكثر اكثر من خط هؤلاء نسوه معروفات في العالم ذات اوزان ثقيله برلمانيات وناس عارفين ما ماذا يفعلون يفعلون هذه هذه الاسطول واسطول سلمي الهدف معروف الخطة معروفة عند عند كل العالم الآن فيفترض أنه يصل هذا الأسطول ونحن متيقنون إن شاء الله بأنه سيصل إلى الهدف نتاعه بإذن الله في بداية شهر أكتوبر بين واحد إلى خمسة أكتوبر سيصل وسنفرح جميعا كما سعدنا في الانطلاقة في برشلونة وسنسعد هذه الليلة هنا في هذا المكان الجميل الذي يستضيف الأسطول في أجاكسيوس سنحتفل جميعا بوصول هذا القارب ويصل هدفه دخول غزة وما أدرك ما غزة إن شاء الله نعم، إذا ليست لديكم مخاوف هل كانت هناك أي تصرفات من الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة أثارت لديكم بعض المخاوف أو بعض التعليقات؟ هو حتى نكون واقعيين يعني نكون واقعيين نحن في, في تحالف الصلح الحرية عندنا كل السيناريوهات نحن لسنا يعني اولاد صغار عندنا الكثير من السيناريوهات سيناريو الف سيناريو با سيناريو جيم سيناريوهات متعدده اذا حتى هذا العطب الفني الذي جرى ل يعني لسفينه امل نحن عندنا بدائل سنكشف عنها في وقتها المناسب ربما غدا ان شاء الله وسيكشف عنها الناس المسؤولين عن ذلك يعني عندنا خططنا ولكن نحن نعتقد بان من الحماقه من الشق الاخر من الكينصويه انه يتصرف مع هؤلاء النسوه لانه سيكون خطا كبير لان نعتقد بان هذه سفينه مسالمه هدفها معروف نقول كفى ظلما لان غزه لن تحتمل اقول لكم شيء اخر هناك تقرير ربما قراه الجميع في يعني من الامم المتحده يقول بأن الحياة لو بقيت كما هي، الحياة ستكون مستحيلة في سنة 2022 في غزة. نعم، طيب. إذا جدير بالذكر أن غزة هي قطاع شريط صغير جدا جدا محاصر منذ عام 2006، آه، تبلغ مساحتها ما هو أقل من 400 كيلو، متر. آه، هذه المساحة الضئيلة جدا يعيش فيها تقريبا 2 مليون مواطن. كل هذا الرقم يعيش في هذه المساحه محاصر منذ العام 2006 اي تقريبا عشر سنوات حتى الان ما هي الـ الـ الاحتياجات او ما هي الاشياء التي حملتموها معكم على متن هذين او هاتين السفينتين الى غزه وحتى حتى نعطيه معلومه اخرى انني يعني اقرم من الله عز وجل دخلت غزه كثير من المرات على كل يعني حتى الحرب الاخيره على غزه انا كنت هناك في في, في غزه واعرف جيدا احتياجات غزه وهناك كثير من الجهات المتكفله بادخال المعونات، ولكن حتى اكون صريحا الاسطول له رمزيه، عنده رمزيه ليس بضروره نحمل معنا، نحن نعم نحمل معنا الامل لشعب غزه. نقول للمراه الغزيه التي تحاصر في 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 رزقها وفي حياتها وفي اولادها، نقول لها بان العالم كله مهتم بك ايتها المراه الغزيه. اذا رسالتنا نحن في هذا الاسطول هو رساله امل و لأمل ودق قوس الخطر كذلك العالم لأن لابد أن نجلب العالم الذي عنده أولوية أخرى نقول له يا عالم انظر إلى المرأة الغزية التي تعاني وانظر إلى طفل الغزي الذي يعاني وانظر إلى الرجل الغزي الذي يعاني وانظر إلى هذه الأرض التي أصبحت سجن كبير وكبير جدا إذا ليس بضر نحن نحمل يعني أشياء كثيرة لأن البواخر لا تتحمل ذلك ولكن نحن نحمل معنا قلوب وآمال نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ان نصل الى الغايه والهدف من هذا الاسطول ان شاء الله نعم اذا بالاساس القافله هي قافله رمزيه من اجل كسر الحصار وتوجيه الدعم المعنوي والسياسي والمعرفي لنساء غزه من خلال تعريف العالم اجمع بقضيه هؤلاء النساء المحاصرات كجزء من حصار غزه المستمر منذ عام 2006 اعود اليك مره اخرى سيده لطيفه البرلمان التونسي بالامس صوت بالاجماع على دعم هذه القافله و يعني قضيه القضيه الفلسطينيه بشكل اكبر يعني الموقف السياسي التونسي على اشكالياته او على يعني هناك معارضه وهناك نظام هناك كل هذه الاشياء الطبيعيه في كل الدول كيف اجتمعتم جميعا على هذا القرار فقط أردت أن أقول أنه بالنسبة للمساعدات والتحركات الإغاثية هي مهمة أهلنا في غزة هم بحاجة لهذا ولكن هم بحاجة أكثر إلى أن يكسر هذا الحصار فإرادة الحياة في غزة هناك إرادة قوية هم شعب يعني رغم الحصار ورغم الحرب ولكن استطاعوا أنهم يؤمنون حياتهم بأنفسهم يكفي أن يكسر عنهم هذا الحصار وهذا هو الهدف من هذه السفينة هو أن نقدم شيئا ما ملموس لأهلنا في غزة حتى يكسر هذا الحصار يعني لو كسر هذا الحصار برا وبحرا وجوا فاهل غزه هم قادرين بان يقوموا بانفسهم يعني غير معقول اليوم أن مليوني بشر كما تفضلت يعيشون في 360 كيلومتر فقط هم يعني يعيشون في سجن مغلق برا عن طريق مصر وعن طريق يعني الكيان الصهيوني وبحرا وجوا وبالتالي المعاناة الذي يعانيها أهلنا في غزة معاناة يعني نعجز عن وصفها وأبسط شيء يمكن أن نقدمه نحن, نحن كتونسيين أن يعني ندعم جهود كسر الحصار المجتمع التونسي بأسره بجميع اطياف، كل التونسيين بجميع اطيافهم يدعمون هذا التحرك. انا المكالمات التي اتتني من داخل الجمهوريه، من المناطق ما يسمى في المناطق المحرومه، من القسرين من سيدي بوزيد، من 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 تطاوين، من جابس، من من منوبه الولايه التي انتمي اليها، يعني شيء لا يوصف. والنساء الذين نعم نتحدث عن يعني مع نعم مع البرلمانيه دعيني نعم اذهب الى مروه تفضلي مروه انت ايضا صوت من اصوات تونس الشابه آه، تشاركين في هذه آه، القفله تشاركين في استقبال السفن هنا اخبريني عنك آه، انت طالبه تقومين بدراسه الفلك كما عرفت آه، يعني لماذا هذا الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه بكسر الحصار على غزه تحديدا قضيه غزه تعتبر قضيه انسانيه قبل ان تكون دينيه او عربيه او قوميه فنحن على انتمائنا على اختلاف جنسياتنا أو أدياننا خاصة في أوروبا أصدقاء اهتماماتنا ترتكز خاصة على القضايا الإنسانية ومن بينها غزة فاليوم إذا أسمع من بين أصدقائي أن هناك أناس يشاركون في مسيرة من النساء الأحرار فيجب أن يكون هناك داعم فليس بالمعنى المادي ولكن معنوي نقدم لهم دعم مادي هنا على ارضنا دعم معنوي فقط يعني هذا ما نستطيع لكن في لكن تبقى قضيه فلسطين وخاصه غزه هي قضيتنا قضيه كل انسان حر يؤمن بالاقل لكل شعب لكل انسان لكل لكل طفل له الحق في التعليم لكل مراه لها الحق في في العمل او في في العيش بحريه في عيش بكرامه فقط <تسجن> آه سيده نور Or sh Sham, Nora oh, Sham. So, question. Last, it's one last question for you. Um, how do you comment on the, uh, the Israeli way of dealing with all the previous uh, uh, boats that went to uh, break the siege? Uh, I think uh, what israeli did is a very um, coward action because they think they are strong, but they still couldn't. Uh, uh, stop the flotilla coming i think it's already 15 flotillas going to gaza then we are still coming more until the siege of gaza uh, do you think it? that the more violence the israeli deal with these uh, boats the more uh, willing from the others to go to gaza yes of course uh, but we will act as a non violent uh, act uh, um what um so against yes yeah. yes <laughs> we are using the non violence act yeah سألت سيدة نور شام عن تعليقها على الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع القوافل السابقة كيف تعاملت خلال المرات الثلاث السابقة مع قوافل أو أساطيل كسر الحصار التي ذهبت قبل ذلك السيدة قالت أنه تصرف جبان من جانب إسرائيل هي تظن نفسها قوية لكن على عكس ذلك فكل ما تملكه هو أن تتعامل بذلك العنف ولكن الذي يحدث هو أنه هناك هناك مزيد من الأشخاص الذين يريدون الذهاب لكسر الحصار سألتها مرة أخرى إذا تظنين أن مزيد من العنف يعني مزيد من الأشخاص الذين يريدون كسر حصار غزة فهي قالت بتأكيد نعم الكل يذهب هناك بشكل سلمي نحن قافلة ذاهبة بشكل سلمي تام لكسر حصار غزة إذا مشاهدينا سمعتم معنا من المشاركين والمنظمين أيضا لقافلة كسر الحصار الرابعة على غزة وهي قافلة نسائية بال الأساس تم إطلاقها في الرابع عشر من سبتمبر عن طريق اللجنه الدوليه لكسر الحصار على غزه بالتعاون مع اللجنه الدوليه لاسطول الحريات، أه السفينه التي انطلقت من برشلونه في الرابع عشر من سبتمبر من المتوقع ان تصل في غضون ساعات الى ميناء اجاكسيو بجزيره كورسيكا الفرنسيه لتكمل طريقها الى غزه كما قلنا سابقا، هناك عدد كبير من الناشطات من كل او من اغلب دول العالم، سنتعرف اليهم خلال الايام القادمه أه وغدا ايضا او يعني بدايه من وصول السفينه وحتى انطلاقها مره اخرى آه هذا ما لدينا في آه هذه المرة أشكركم شكرا جزيلا أوجه الشكر لكل ضيوفي نورشان وسيدة لطيفة وسيد أبو, أبو اليزيد أو أبو زيد ومروة وأيضا آه السيدتان الأخرتان شكرا جزيلا لهم وشكرا جزيلا لكم وتابعونا على الجزيرة مباشر لمعرفة كيف ستذهب النساء إلى غزة